بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. الآن إن شاء الله تعالى سنقف بكل أدب واجتهاد إزاء آية 41 من سورة العنكبوت. والعنكبوت هذه في الترتيب في المصحف جاءت قبل الروم، وما أنه اللي لاحظوا فيه مدة طويلة أن الروم هما يسعوا باش يلموا كل القوى في العالم اللي يجب أن يتصلوا به باش يوصفوا لصالحهم صالح الناس المغرورين المفسدين في الأرض المستكبرين اللي مش معترفين بالإله. ولو فما قصة ولكن الله أعلم مدى صحتها اللي جاء وقت الروم اعتنقوا دين المسيحية، ولكن دين المسيحية ليس بدين. بعيد الروم يبقوا روم ويبقوا يبحثوا كما الكلب اللي في أمريكا يبحثوا إلى توسيع دائرة الأحزاب من الحكاية هذه الناتو وبرا نضرب خلص. وشو بالضبط القرآن كيف يكشف أحوال الأعداء للرحمن وعدا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعود إن شاء الله.